معرفة شخصية بأصحابه، مثل سالفة الحازمي الذي اعتنى بجاره اللي كان عليه قصاص أو كذا، ويقول أنا أعرف هذا الرجل معرفة شخصية. وكذلك الوفاء بين الأصدقاء، مثل قصة مرزوق الحربي وكذلك سعود القحطاني، وعدد من الأمور اللي إن شاء الله نستفيد ونستمع لها. الله يحييك يا دكتور. الوقت عليكم الحديث. لا ناخذ شوي ثم نرجع ثم طيب. نجي نتذا نروح كنا نتقضى. حفظكم الله ووفقكم الله، جعل ما تقوم به إن شاء الله في موازين أعمالكم. كلام الطيب تراه صدقة، كلام الطيب في موازين الأعمال. وأنتم طيبون ولا تقدمون إلا طيب. فالحقيقة في بداية الحديث تطرقنا لموحد هذه البلاد الملك عبد العزيز، وما ننعم به نحن الذين قطفنا ثمرة هذا الإنجاز الذي حققه الملك عبد العزيز. فنحن الحمد لله، وربما آباؤنا من كان يعني آباؤه ولدوا بعد توحيد المملكة فقد عاشوا هذا الخير، أما من سبقوا ذلك فقد عاصروا العهدين. نعم. فالحديث عن الملك عبد العزيز حديث ذو شجون، والحديث يطول، وبالذات لمن عاصر الملك عبد العزيز أو درس تاريخ الملك عبد العزيز. فالحقيقة الموضوع واسع جدا، ولكن كنا نتكلم عن بعض خصال الملك عبد العزيز. وإذا ذكر الملك عبد العزيز تذكر خصال كثيرة جدا، لكن منها الكرم، وأخذنا جانب الكرم. والكرم سجية عربية بفضل الله، العرب كلهم جبلوا على الكرم، لكن كرم الملك عبد العزيز حقيقة صورة مختلفة تماما وصورة نادرة. كيف نعرف كرم الملك عبد العزيز؟ الملك عبد العزيز عندما وحد هذه البلاد بسيفه لوحده معتمدا على الله سبحانه وتعالى، ثم على غاياته النبيلة، وكانت أهم غاياته هي إقامة الشريعة وإقامة العدل، والعدل لا يقوم إلا بتطبيق الشريعة. وهذه الغايات التي وضعها نصب عينيه لا شك أنها من أسباب توفيقه، لأن الإنجاز الذي حققه ليس سهلا وليس يسيرا، وربما لا يوجد له مثيل في العصر الحديث أو حتى منذ قرون يعني. فكيف عرفنا كرم الملك عبد العزيز؟ الملك عبد العزيز عندما بدأ ليس لديه موارد، الموارد كانت صحيحة جدا بل معدومة، ومع ذلك كان يقود أتباعه وينفق عليهم بسخاء، ينفق انفاق من لا يخشى الفقر، وكذلك ينفق على ضيوفه، وكذلك ينفق على رعيته. كل الذين كانوا حول الملك عبد العزيز كان لهم مخصصات، سواء من أخوياه، من رجاله، من شيوخ القبائل، من رؤساء المدن والهجر. ومن يراجع سجلات الملك عبد العزيز سيعرف هذا. فمن أين تأتي هذه الموارد؟ نحن نعرف البير وغطاه كما يقال. ليس هناك مورد باستثناء الزكاة، وأحيانا ما يسمى بالنكال على القبائل المخالفة أو الأطراف المخالفة أو التي تعتدي، قد يفرض عليها نكال وهو أخذ جزء من حلالها، ويرسل أو يحفظ في بيت المال ويصبح جزءا من بيت المال. هذه الموارد، ليس هناك ذهب ولا فضة ولا بترول ولا يعني موارد أخرى. ونجد الملك عبد العزيز يستقبل كل رعيته في الرياض، كل من عنده مظلمة أو عنده شكوى أو يريد أن يبايع يأتي للرياض. وإذا جاء للرياض ليس في الرياض لا فنادق ولا مطاعم، من هو المستضيف؟ وموحد هذه البلاد، من الوفود الرسمية ومن المواطنين ومن كل يعني وافد على الرياض، فيذهب إلى مضيف الحكومة. ثم حصل في بعض السنوات مجاعات لا تخفى عليكم،
مجاعات كبيرة ويحصل أوبئة ويحصل قحط قد يستمر سنوات ويذهب الحلال فيأتون الناس للرياض. تطور هذا المنهج اللي هو الاستضافي لسكان المملكة وللفقراء، حتى بعضهم يأتي ليأكل من الفقر اللي في القرى وفي البلدان المجاورة يعني من داخل المملكة، يأتون للرياض لأن الحكومة جزاها الله خيرا في ذلك الوقت تؤوي من يأتي إلى الرياض وتؤوي الجوعى وتؤوي اليتامى وتؤوي المساكين. تطور هذا إلى أن أنشأت قصور للضيافة مثل قصر خريمس ومثل قصر ثليم كما تعرفون. هذه القصور وأنا أهيب بكل واحد أن يقرأ عن هذه القصور، ترى طبع كتيب عن قصر ثليم وأظن طبع شيء عن قصر خريمس. تعرف كم ينفق يوميا على هذه القصور ليليا أو كم العشاء والفطور والغداء؟ أرقام خيالية. ليس هذا فقط، الملك كان يرسل الصدقات ما يأتي من التمر من المزارعين كزكوات يحفظ في بيت المال، كان يوزعها على المناطق لأن المناطق فيها مجاعات وفيها فقر وفيها مجاعة وفيها، فكان يوزع. والله كنت أنا أقرأ وثيقة اليوم هذا الصباح لأحد المشايخ جزاه الله خير، قال وثائق الملك عبد العزيز، وفعلا فيها شيء يلفت النظر. فيرسل على أهل هجرة من الهجر ويقول أرسلت لكم كذا كيس من التمر، وزعوها على فقراء بلدكم، ولا تعطون إلا الفقير المحتاج أو العاجز عن العمل أو الأرملة أو اليتيم، ولا تعطوا الأمير ولا الشيخ. كذا يقول نعم المغتنين. لا لا، قال لأن لهم مخصصات عندنا. نعم كذا، لهم مغتنين بعد هم مغتنين، لا لكن لهم رواتب. صح. والملك كان رحمه الله أول ما يعني تفتح هجرة أو تؤسس هجرة أو تفتح مدينة يبادر إلى وضع أمير رسمي وإلى وضع قاضي وكل ما تحتاجه، ويصرف لهم الراتب في كل شيء. يعني حتى وقود سراج المسجد سواء كان من الدهن أو من البترول فيما بعد كان يرسل من الرياض أو من جدة. يا سلام. أو من الشرقية. يا سلام. هذا هو الكرم. يا سلام. وكان يبلغ، ومن يركب له للرياض للخراج لا يرجع خالي اليدين أبدا، وكان يستلف من التجار ومن الموسرين وينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. ما شاء الله. وهذا ترى موجود لو تقرؤون يعني بعض هذا ما كتب عن هذا الشيء بالأرقام. يعني أنا قرأت مثلا في قصر ثليم عام 62 حصل مجاعة، طبعا عام 60 و62 و63 إلى 67 تقريبا كانت الحرب العالمية الثانية وقطعت الحرب. كان في مجاعة، أولا أنها وافقت قحط، سنوات قحط، والشيء الثاني انه منعت الموانئ والموارد ما تاتي من البلدان بسبب الحرب. فلذلك سنه 67 يسمونها عندنا الباديه سنه الذره الحمراء. سنه ايش؟ الذره الحمراء. الذره الحمراء. وش يقصدون بها؟ يقصدون يقولون جاءتنا ذره حمراء على غير العاده، الذره تكون صفراء. هذه حمراء وحبتها صغيره واتت من اليمن وكانها رخيصه النوع يعني. ما تؤكل. لكن اضطروا لأكلها، ونحن نعرف سنوات القحط وسنوات كذلك المجاعات. في سنة 62 يسمونها سنة القرص، حصل مجاعة في الحجاز وحتى هنا، لكن في الحجاز كانت أشد. فبادر الملك عبد العزيز إلى وضع مخابز في مكة وفي المدينة وسميت القرص يعني قرص الخبز. إيه بدو ما يعرفون الخبز. إيه. وجاب يعني خبازين مصريين. عجيب. اللي كان في التكية المصرية في المدينة. نعم. فبدأ هذه المخابز تشتغل وتوزع على الناس على كل واحد قرص خبزة. فالبدو سموها القرص، ما يعرفون الخبز، ما يعرفون السنة، سموها سنة القرص. سنة القرص عام 62. فيه ورقة وثيقة مكتوب جاي للمملكة من الصومال. يا أبو كيف؟ لا الحقيقة 67. ايه. انتبه للسنوات. ايه. سنة الذرها الحمراء هي 67. والقرص؟ سنة القرص 61 و62. لا اله الا الله. بعدين لما علموا البادية الذين ذهبت غارت العيون عندهم، والآبار والحلال الله أكبر في الحجاز،
يعني يسمونهم حثلوا أو هثلوا على المدن، فانتقل قسم كبير منهم للمدينة وقسم إلى مكة. وأكثر البوادي اللي الآن في مكة. والحج في ذاك الوقت كان مستمر. الحج مستمر. الحج مستمر، وكانت الدولة أيضا تصرف على الحج. صح. كان الملك يستضيف ويصرف وتعرفون. كانت تجي فيه ورق موجود في الدارة إن فيه أرزاق إن تجي من الصومال، سبحان الله. نعم. هذه في سنوات المجاعة كانت الدول الغنية، كان الصومال دولة غنية. سبحان الله. وكانت مصر دولة غنية. فشوف سبحان تلك الأيام ودولة بين الناس. في الستينات يوم كانوا يجيبونها. في الستينات الهجرية. تجينا من الصومال لنا. نعم تجي من الصومال. الصومال كان بلد غني. وزراعي. وزراعي. وكانت أفريقيا كلها غنية. ما شاء الله. ما يعني ما وصلت إلى التصحر اللي حصل فيها الآن، وكذلك الاضطرابات السياسية ما كانت موجودة، كانت بلاد مستقرة، وكانت الأمطار يعني كانت مستمرة. إنما حصل تصحر في السنوات الأخيرة، وكثير من الدول الأفريقية الآن أصبحت صحاري قاحلة. فالشاهد إنه كانوا يبعثون لنا، لكن أنا أتكلم عن كرم الملك عبد العزيز. نعم. فأرجو إنه أن تقرأوا قصر ثليل، يعني مثلا في الليلة الواحدة قد يذبح في بعض الليالي 70 طرف و15 جمل لإطعام هؤلاء الناس. هذا بس العشاء. ما شاء الله. طيب هذا قصر ثليم، في قصور أخرى. وين قلت ثليم ذا فيه؟ ثليم هذا في قريب في البطحة. في البطحة مشهور معروف. عجيب. قصر خرامس أظن عنه إذا ماني واهم غرب جهة السويس. طيب إن بنكمل شوي وبنريحك. نعم. زين بناخذ بس أبو محمد مبطين عن حياك الله طال عمرك. الله يحييك.